شيخ، كأنك ذكرت أو لمحت لي لقصة شابين توفيا يعني وراء بعضهم البعض، شنو قصة الشابين هذه يا شيخ؟ نعم، هذه القصة من أحد القصص التي أعتز بها وتأثرت بها كثيرا، حتى أن كثير من الأخوان أئمة المساجد في جميع الدول العربية اتصلوا فيها يستأذنوا بنشر هذه القصة، وهي قصة غريبة يا أخوان، غريبة جدا. يعني كنت طبعا كما ذكرت في البداية أني أنا متطوع لله، حضرت للمغسلة أجهز الدفتر الوفاة اليومية، وأنا في أثناء جلوسي فإذا يجيب لأحد الأخوان يا شيخ معانا جنازة، قلت طيب دخلوها المغسلة أبدل ثيابي وأجيكم. دخلت المغسلة بدلت، لقيت أحد الإخوة يطرد كل منكم في المغسلة برا برا، يطلع كل هذا. استغربت أنا، يعني لو ما كنت أنا لابس لبس الغسل كان طلعني برا. فقلت له أبغى واحد يعيني، اثنين يعينوني على غسل هذا الميت. قال لي أنا لوحدي يا شيخ. عفوا، الميت شاب؟ الميت شاب، لسه ما كشفت عليك. نعم، هذا الأخ بس أو هذا الشخص قال أنا لوحدي يا شيخ. طرد كل الناس؟ طرد أبوه وأخوه كله طردهم. عجيب. قال أنا لوحدي بس يا شيخ. قلت طيب أنت لوحدك؟ قال طيب. حطينا هذا الشاب على دقة الغسل، وأول ما بدأت في تجريده من ملابسه بدأ من الميامن وكشفت عن وجهه، وإذا بهذا الأخ اللي جلس بيساعدني يصيح يصيح صوت عالي. قلت يا أخي الله يجزيك خير، إذا ما تقدر تستحمل انتظر في الخارج وخلي واحد يجي يخش. قال لا يا شيخ أنا لوحدي بس. قلت طيب عشان أعرف أنا أجهز أخوك بالطريقة هذا ما تخليني أنتبه وأغلط، وإذا غلطت أنت ما حتنتبه لي، سبحانه وتعالى هو اللي يعرف إيش بسوي. قال لي خلاص يا شيخ. ثم بدأت تجريده تاني ملابسه، أول ما جيت أنجيه بالضغط براحة يدي في بطنه تنجية خفيفة لإخراج الماء القابل للخروج، وإذا هو يصيح مرة ثانية صرخ يبكي. قلت أقول لك أطلع برا، ما أنا عارف اشتغل، أطلع برا. قال لا ماني بطالع، أنا لوحدي اللي أشوف. فحاولت أستدرج هذا الشاب، يعني إيش سبب الصياح هذا؟ قلت له كده أنت الميت يتعذب ببكاء أهله. عفوا، هذا أخوه؟ لا، تجيك القصة يا شيخ. فقلت له بعرف أنا بعرف إيش السبب في هذا، فبدأت أستدرجه في الكلام، أقول له أنت إيش تقرب له؟ قال أنا أخوه وأبوه وأمه. وين أخوه؟ يعني أنت ما أنت أخوه؟ قال لا ماني أخوه. صيح هذا الصياح وطرد كل اللي في المغسلة. وأنت ما أنت أخوه؟ قال لا ماني أخوه. أنا أكثر من أخوه وأكثر من أبوه ومن أمه. استغربت أنا في الكلام هذا، فعشان أستدرجه وما أخليه يصرخ ويبكي، فقلت له طيب شوف أنا حغسل وأبدأ وأنت تقول لي إيش كيف أنت ما أنت أخوه. فبدأ هذا الشاب يناولني المقص يناولني القطن، وأنا أقول له كيف ما أنت أخوه؟ فيقول لي يا شيخ أسألك بالله، هل مر عليك اثنين زي هذا زينا؟ قلت له كيف؟ قال درسنا الابتدائية سوا، ودرسنا المتوسطة سوا، والثانوية درسناها سوا، وتخرجنا سوا في جامعة، وعيننا سوا في وظيفتين، وتجوزنا أختين، ويريد الله ربنا ويريد الله سبحانه وتعالى يرزقني بنت ولد وأنا بنت ولد، ونسكن في عمارة واحدة الشقة قبال بعض، نروح للمسجد سوا، نفطر سوا، نروح للعمل سوا لغاية الآن مع بعض، كلها مع بعض. هل مر عليك أخوان بالطريقة هذه؟ قلت لا والله، أنا أخويا ما أشوف إلا في المناسبات خارج المملكة. فانتهينا من الغسل وكل شيء، فقلت له دحين المطلوب منك الآن ندخل هذا أخوك أو صاحبك المسجد، أدعي له أخلص له بالدعاء، أخلص له بالدعاء. قال أبشر يا شيخ. جهزنا ونزلنا المسجد، صلينا عليه. المقابر في عندنا في السعودية كما تشاهد إذا حبيتوا تشاهدونا هي عبارة عن ممرات، تسمى الممر هذا يسمى شرشورة. الشرشورة فيها على يبتدي من 30 إلى 50 قبر مرقمة، يعني القبر الشرشورة رقم 10، القبر رقم 6 7 لغاية 30. فجينا دفننا هذا الشاب في الشرشورة رقم 7، القبر رقم الصف رقم 7 في الشرشورة رقم 7 في القبر رقم 10 دفناه.
المقبرة هذه اللي أنا كنت مسؤول عليها ما يمر فيها فرض صلاة إلا لازم نصلي فيها على جنازة، نادرا ما يمر. كل فرض؟ كل فرض نصلي. الأكبر مقبرة في محافظة جدة، والحالات الوفاة دائما بكثرة فيها. فدفننا هذا الرجل على الشاب هذا على صلاة الظهر، وانصرفوا الإخوان، دعوا له وانصرفوا. لبست ورحت عملي. ثاني يوم جيت ثاني يوم دخلت المكتبة بسجل الحالات كده، وإذ في إخوان انتظروا جالسين. فبسأل العامل بقول له إيش بهم دولة؟ قالوا يا شيخ في جنازة تنتظرك جوا. قلت له ما قلت لي من أول؟ قالوا افتكرناك أنت عندك فكرة. قلت طيب يلا خش. دخلت يا إخوان على هنا الشاهد في هذه القصة، دخلت على المغسلة وكان معايا والده وأخوه، ولما كشفت على وش هذا الشاب أنا من حالاته يعني ما أدقق فيها، لما كشفت فبقول لأبو الولد أقول له هذا الشاب مو غريب علي، فإذا الأب يبكي الأب نفسه يبكي، حرام عليك يا شيخ، حرام عليك يا شيخ، هذا اللي كان أمس يساعدك في غسل صاحب. الله أكبر الله أكبر. هذا اللي كان يناولك المقص والقطن في صاحبه، تخيلوا يا أخوان، أمس بالأمس كان يناولني المقص والقطن وأنا هدي فيه، واليوم أنا أغسل، وكل ما غسلت وحرك جزء من جسمه ودموعه تتساقط على ظهره وعلى بطنه من الدهشة. شوفوا يعني الموت ما كما ذكر فضيلة الشيخ ما يترك لك وقت في أي لحظة بدون تفكير في أي وقت. بعد ما انتهوا بأسأل الأخوان يعني أبوه وأسأل وبقول لهم كيف مات؟ كيف مات أمس معي؟ قال يا شيخ بعد ما حضرنا ودفناه جاء لي زوجته وقال لها، قالت لا تصحوني على الغداء، بعد العصر صحوني عشان يسوي العزاء لليوم لليوم الأول في عزاء صاحب. فجاءت تصحي زوجته في المجلس لقته متكي على جنبه الأيمن وهو ميت. الله. بدون سبب؟ بدون سبب. يما سألنا أبوه وزوجته قالوا مات قهر على صاحبه، على أخوه، على صاحبه، ما أعرف إيش أقولها. لكن شوفوا الشاهد في هذه القصة يا أخوان، عندما غسلنا هذا الشاب وصلينا عليه وجينا ندفنه، جينا ندفنه في نفس الشرشورة رقم 7 والقبر رقم 11، صاحبه بالأمس في رقم 10 وهو برقم 11، عاشوا الاثنين سوا وماتوا سوا، يفصل بينهم ساعات ولا يفصل بينهم إلا جدار، فكانوا في الدنيا سوا وفي الآخرة سوا محبة في الله. فأسأل الله لي ولكم حسن الخاتمة. شيخ ما أجد تعليق إلا حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أحبب من شئت فإنك مفارقه. حبه، أجلس مع خاوي راح يجي اليوم لتفارقه. نعم. لكن لعلهما دعوا الله عز وجل ألا يفترق حتى بعد الموت، فألحق الله الأخ بأخيه، ولعلهما بإذن الله عز وجل إن كان من أهل الإيمان كما ذكرت وشهدت لهما شيخ أن يكون على منابر من نور يوم القيامة، أو تحت ظل عرش الرحمن رجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرقا عليه، وبإذن الله عز وجل يلتقيان بنا يا شيخ وبالمشاهدين في الجنان فيتذاكران هذه القصة وهذا الموقف. شيخ أنا أشهدك أني من أعجب ما سمعت هذه القصة، ولعلها يعني من أكثر القصص تأثيرا فيني، وهذه نعم الإنسان يخاوي أخاه في المسجد، في الذكر، في القرآن، في الطاعة، وإن شاء الله يموت بحسن خاتمة.